لا خويا ما كانش في اللوبي بحال هكا، واخا كان كينطق شي كلمات ملي كان صغير، مي غادي بالعنف كيضربوا باه كيضربوا بزاف، زعما ماشي كيشتا فوق منه، راه قد هكا وقع يعطيه بالتربيق وشتب عليه وزنق. كاش هكا دابا كون كان لقى الامكانيات في الاول ودخل شي جمعيه توحد كره ولا يهضر بحال كثر التوحد، راه ماشي كلشي الناس يعني عندهم توحد حاد، دابا هو عنده توحد حاد، مول مديته للطبيب كي عنده اهمال هملتو الدري بزاف. لا خويا ما كانش في الاول بحال هكا، واخا كان كينطق شي كلمات ملي كان صغير، مي غادي بالعنف كيضربوا باه كيضربوا بزاف، زعما ماشي كيشتا فوق منه، راه قد هكا وقع يعطيه بالتربيق وشتب عليه وزنقه. علاش ما ينعش؟ واش واحد ماش ما مدوز لي ما مخرج له دواء باش يتهدى ما والو باغي ما يقوليش حاجه، قول لي راه كيفهم كلشي، هذاك راه انت اللي ما كتفهميش. ولا اله الا الله. دابا الحاله العائليه انا بالنسبه للخدمه غاليه، خدمه ما كنخدم والو بسبابه، يعني ما عنديش كيفاش نخدم، وبالنسبه لي هو راه ما كيخلينيش نجلس في الدار، انا ديما في الزنقه، شحال مره عيطت عليا تلقاني في الزنقه ديما، والله داك النهار قطع لي حوايج في الزنقه غير طرام واقف، قال لك علاش لي ما يجيش، يلاه داك بو فيه هو خاصو يعاود يرجع، الجاره انا وياه الجاره والسكه جاو دوك الدراري ديال الطرام هما اللي شدوه، شنق عليا جارني حويجه عراني كامله، غير الناس عطوني غير زيوبه باش تغطيت، وما بغاش يرجع للدار، خاصو هو يخرج، قال لك خصو يخرج يخرج، يعني دابا انا وياه بوحدنا انا عايشه معاه في الرعب صراحه، دابا راه يدير شي حركه ولا يتعصب خاصني ندير ليه داكشي اللي بغا، كنت كنخاف كنت كيشنق عليا كيضربني كيعضني ما نكذبش. كيضرب ولكن ما يضرب حتى واحد غير انا، دابا بحال دابا هاد تغوت عليه ولا دير عليه شي حاجه يجي لي انا، زعما بحال علاش ما كتحاميش عليا ولا ما فهمتش كيفاش، انا دابا انا عايشه معاه زعما الصعوبات بصح ما نقدر نتحرك لهوك لهوك، قاده نخدم وماشي زعما شي وحده باغا نخدم، وقاده نخدم وعارف الميناج نخدم اي حاجه، ولكن ما عنديش كيفاش هذا، ما عنديش كي اللي يشدوا ليا، كون كانت شي جمعيه تساعدني ديال التوحد تشدو على الاقل بعدا غتجيبي القود ديالك بعدا حتى تعاون معك شي حد يتعاون معك على قد الاستطاعه، ماشي دابا كتسني لك خلصك الكرا ولا خلصك الماء ولا وكلك ولا شري لي الدواء وتا بزاف. انا كنطلب من الناس يساعدوني، قلت لك انايا اولا السكن ما عنديش، انتم كتشوفوا هو ديما مهدده بالخروج، سميتو الدواء للدري بغيت انا هاد الدري بعدا يدخل شي جمعيه وتبعوا لي الدواء وداكشي، الطبيب ديال التوحد باش ما بقاش يتعصب عليا داكشي وباش ما بقاش يطيح، كيت هو كيطيح بزاف دابا ولات كتجيه النوبه كل سيمانه.